الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وقل رب زدني علما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. العلم غذاء العقل، وبدون العلم يبقى العقل خاويا لا ينمو. بالعلم يعرف الإنسان نفسه وما يجري حوله. والعلم بشكل عام أفضل من الجهل، ولذلك لابد من طلب العلم في جميع مراحل الحياة. اطلب العلم من المهد إلى اللحد، كما يقول الحديث المعروف. وفي الحقيقة تتقدم الأمم في الدرجة الأولى بالعلم، وفي الدرجة الثانية بالعمل. العلم يرفع صاحبه، ومن لا يتعلم يبقى في المراحل الأولى من إنسانيته، لا ينمو، لا يكبر، لا يتطور. العلم فيما يرتبط بالأمم أساس الحضارة. لا توجد حضارة قامت إلا بسبب العلم، أي أن الأمة المتخلفة هذه تعلمت، تدربت، واكتسبت المهارات، ومن ثم تغير واقعها. فلا توجد حضارة في الأرض لم يكن العلم من أساسياتها الأولية. واليوم إنما تتفاضل الأمم في تاريخنا المعاصر بما تملك من العلم. نعم، علم بلا عمل لا ينفع، لأن العلم كما يقول الحديث الشريف يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا عنه ارتحل، أي أن العلم يتطلب العمل. فإذا لم يعمل الشخص بعلمه فإن علمه يرحل عنه، أي أنه يتخلف بسبب ارتحال العلم عنه. كان هنالك رجل على وشك أن يموت، زاره بعض الجماعة على فراش الموت، فسألهم سؤالا وبدأ يتداول الجواب على ذلك السؤال. فقيل له: أنت بهذه الحالة وتسأل عن من مثل هذه المسائل؟ يعني الإنسان المبتلى بنفسه عادة لا يتطرق إلى شيء خارج ما يرتبط بصحته وسلامته وأحواله. فقال الرجل: أن أموت وأنا أعلم الجواب على هذه المسألة أفضل من أن أموت وأنا أجهله. ثم حينما تعلم الجواب مات مباشرة، أي أن الرجل كان في آخر لحظات حياته يبحث عن العلم، وهذا هو الصحيح. كل الأنبياء وكل الأوصياء كانوا يوصون من حولهم بأن يتعلموا، حتى أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي. يا ليت كانت السياط على رؤوس جماعتي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. ويقول: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما علما أو إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط. أنا أريد الشاب من عندكم إما أن يكون عالم ويحتاج إليه الناس، أو يكون متعلم على سبيل النجاة، فإن لم يفعل
إذا ما تعلم ولا علم الآخرين فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. يحلف الإمام بأن من ليس عالما يعلم الناس وليس متعلما يتعلم من العلماء فإن هذا يفرط، يضيع عمره، والذي يفرط في الحقيقة يرتكب الإثم، ومن يرتكب الإثم يدخل النار. ونتيجة هذا الكلام أن من لا يتعلم فهو من أهل النار. عندنا في التاريخ أن معاذ بن جبل كان في 18 من عمره عندما جاء إلى رسول الله وأعلن إسلامه، 18 سنة عمره، شاب، منذ اليوم الأول تفرغ للتعلم من رسول الله، ولم ينشغل عن مرافقة النبي والحضور عنده في خطبه ومواعظه بشيء، يعني ما كانت تفوته خطبة من خطب النبي ولا موعظة من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان مشغول بشيء. كان العلم عنده عذر لبقية الأشياء، ولم تكن بقية الأشياء عذرا عنده العلم. ولذلك وهو في بدايات شبابه أصبح من كبار أصحاب النبي العارفين للأحكام. بعد فتح مكة المكرمة ودخول الناس في دين الله أفواجا أراد الخروج من مكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة أراد الخروج، معاذ بن جبل أيضا أراد الخروج مع النبي، لكن النبي ما قبل من عنده، عينه في مكة، ومكة مسقط رأس رسول الله والمدينة المقدسة والتي فيها بيت الله الحرام. النبي عينه في مكة لكي يعلم أهل مكة ومن حولها أحكام الدين وبصائر الإسلام، فأصبح وهو في بدايات شبابه مرجعا لأهل مكة بسبب مداومته على التعلم من رسول الله. أن نتعلم هذا أمر ضروري، أولا لأنفسنا، لأن الجاهل يسقط في المطبات، من لا يملك العلم يكون مثل الأعمى. حقيقة لو أن عينك أصابها مرض معين مثلا وصرت ما تشوف، إيش قد تهتم بالرؤية؟ إيش قد تهتم ببصرك؟ مستعد أن تبذل كل ما عندك من أموال حتى تسترجع بصرك. البصيرة بالنسبة إلى الروح كالبصر بالنسبة إلى الجسم، من لا يملك البصيرة فعنده العمى، روحه ما تشوف شيء، عينه تشوف بس روحه ما تشوف. وكما أنك إذا فقدت بصرك فإنك مستعد لتبذل كل عمرك ووقتك وكل جهدك لاسترجاع بصرك، لازم تهتم ببصيرتك. والبصيرة ما هي مصادرها؟ من مصادر البصيرة التأمل، من مصادر البصيرة التعلم. العلم مصدر من مصادر البصيرة. لماذا يهتم أحدنا بعينه حتى لا يفقد الرؤية وهي ترتبط بجسمه، ولا يهتم بعلمه وهو يرتبط ببصيرته وبرؤيته روحه للأشياء؟ اطلب العلم من المهد. ومعنى ذلك أن علينا أن نعلم أطفالنا وهم لا زالوا في القماط، وأن نستمر في تعليمهم، ويستمر الواحد منا في التعلم إلى لحظة الوفاة وإلى ما بعد الوفاة، إلى أن يكون الإنسان في لحده. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. حديث آخر أيضا معروف منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. انظروا
كتاب القرآن الشريف، هذا الكتاب هو كل ما أراد الله أن يقوله لنبيه في صورة الوحي إلى نهاية حياة البشرية في هذه الأرض. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب علم، كتاب وعي، كتاب تاريخ، كتاب بصائر، كتاب أحكام. كان جميع المسلمين يتعلمون هذا الكتاب، رجالا ونساء كانوا يتعلمون هذا الكتاب، أي يتعلمون العلم، لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الصغير والكبير، ويتلون الكتاب أناء الليل وأطراف النهار. يعني كان العلم جزءا من حياتهم اليومية، ولأنهم تعلموا وخرجوا من الجهل أصبحوا حملة مشاعل الحضارة. أساسا الحياة ما قبل النبي، ما قبل البعثة، كانت تسمى بالجاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل. وحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يعطي للناس المعرفة، يعطي لهم العلم، ولذلك تقدموا وتعلموا ونجحوا. ومن هنا فإن من الأدعية الواردة في القرآن الكريم وقل رب زدني علما وألحقني بالصالحين، تطلب من الله أن يزيدك المعرفة، أن يزيدك العلم، أن يعطيك هذا النور الذي به تكتشف الحقائق، والذي بدونه تبقى جاهلا، والجاهل يمكن أن يكون من أولياء إبليس، لأن إبليس يستخدم الجهل في الناس. والأنبياء بالعكس كانوا يثيرون في الناس دفائن العقول ويعلمونهم الحياة والمعرفة ويعطونهم البصائر في هذه الحياة. والسلام عليكم.